وجه الفلسطينيون الشكر لمصر على دعمها للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وثمن أحد الفلسطينيين دور مصر وجهودها المستمرة في تقديم المساعدات لأهالي القطاع، خاصة المساعدات الغذائية. اليوم سيشهد لكم أحبتنا إخوتنا في مصر العروبة، مصر التي أعطت ولم تبخل، مصر التي لن نعدم خيرها، مصر الشعب الحي الطيب المبارك الكريم الذي أوصال به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. نبشركم بقول الإمام أحمد الجيلاني وهو يقول: لقمة في بطن جائع عند الله خير من بناء ألف جامع ومن قتال العدو بسيف قاطع، وإن الدقيق إذا وقع في بطن جائع كان له نور كنور الشمس ساطع. فهنيئا لمن أطعم جائع، هنيئا لمصر ولكل من أطعم جائع، وهنيئا لكل من يرانا الآن ويهب لنجدتنا. فنحن في غزة في شمالها بالذات أحوج ما نكون إلى الطعام والشراب والكساء والغذاء لنفشل مخططات العدو في تجويعنا وتركيعنا. فهبوا لنجدتنا واقرأوا قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجاءت الجائزة لأهل مصر إن شاء الله، ولكل من سيهب الآن للتصدق والتبرع والتزكي. نعم أحبابنا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بهذا الرغيف ممكن أن تدخل الجنة، بهذا الرغيف ممكن أن تسد رمق جائع. فبادر وسارع أخي يرحمك الله إلى نجدتنا في غزة في شمالها، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إخوانكم في شمال غزة.